الحقيقة القصة طويلة جدا. أنا بديت في الأساس لما خشيت فريق أولمبياد للعلوم، وكل التخصصات كانت تعجبني، لكن لقيت أنه كان عندي صعوبة مع الفيزياء والكيمياء، لكن حبي الحقيقي كان في الأحياء. ولقيت أنه مع مرور السنين بدأ الحب هذا يزداد ويزداد أكثر، لما بديت أحل تدريبات أكثر، لما بديت أشوف الصعوبات وأشوف الأجزاء الحلوة من الأمور مع الحلول ومع الصعوبات هذه، مع التجارب هذه اللي مريت بيها، بديت استوعب ان حبي ما كان في الفيزياء والكيمياء قد ما هو في الاحياء. والحمد لله لما دخلت على تقريبا اول ثانوي كان لازم اختار تخصص، والحياة الحمد لله كانت من التخصصات المتاحه، فعلى طول رحت على الاحياء وبديت بالليفلات الاساسيه ليفل 3. بعدين مع تدريب لقيت اني ابرعت الصراحه في الاحياء، لانه هو المجال اللي من يوم انا صغير كنت مهتم فيه، بس إنها تقريبا خليط من حافز نفسي ومن حافز جاء من جهة أبويا، وأبويا الله ينعم عليه دكتور، ومن يوم أنا صغير كان يقول لي حكايات عن شغله وعن كيسات هو مر بيها وأشياء هو يسويها في عمله. نعم، هو دكتور علم أمراض، فبيتعامل مع مجال الأحياء بدرجة كبيرة تقريبا يومية، فهو حط بذرة الاهتمام هذه فيني من يوم أنا صغير. ومع العلم اللي اقتصيته من هنا وهناك بدأت البذرة هذه تنمو تنمو وصارت شجرة الحمد لله. أنا رحلتي نوعا ما كانت طويلة. أنا بديت في العلوم، ولكن للأسف ما قدر الله أني أكمل مع العلوم وخشيت أحياء. مع الأحياء أنا بديت في ليفل 3، وبعد كم ملتقى، للأسف الملتقيات كانت أونلاين مع فترة كورونا، فما قدرنا نستفيد منها الفائدة الكاملة، ولكن لسه استفدنا. بعد جات بعد فترة الجائحة اللي هي الآن، خشيت ليفل 4 وحضرت أتوقع لحد الآن ملتقيين حضوريين، والآن هذا الثالث. الآن في الشهر القادم إن شاء الله أنا وفريق الأحياء سنمثل المملكة في أرمينيا في الأولمبياد الدولي، وهذه تجربة يعني تجربة جميلة جدا ولكن مخيفة في نفس الوقت. نعم إن مرينا على آلاف الساعات من التدريب وتجارب وأسئلة حليناها، ولكن لسه ما زالت في ذرة الخوف هذه، لكن مع كل ذرة خوف في عشرة منها من الحماس. لابد أن التجربة تكون صعبة، ولابد أن رح نشوف أشياء جديدة، رح نشوف أشياء ما شفناها من قبل، ولكن في هذا الشيء في جمال. أنا أرى أنه هذا شيء جميل جدا، وهذا ما تمثله تجربة الأولمبياد بذاتها، أن أنت تخوض في أشياء ما عمرك خوض فيها وتأخذ الكويس، والأشياء الصعبة، الأشياء السيئة تنساها. أنت في النهاية إن شاء الله يعني بإذن الله لو جبت ميدالية، لو جبت ذهبية، فضية، برونزية، أنا في النهاية راح أفتكر الميدالية، ما حأفتكر إنه الاختبار كان صعب، ما حأفتكر إني رحت وتعبت، أنا راح أفتكر الكويس اللي طلع من الموضوع. أطمح إني أحقق ذهبية إن شاء الله. فريق الأحياء للأسف لحد الآن لم يحقق شيء في الأولمبيادات، وهذا أسباب كثيرة أكثرها خارجية، ولكن الآن ستكون بإذن الله أول فرصة وأول ميداليات تتحقق من فريق الأولمبياد السعودي.